لما يتقال النهارده ان كان الارداب الفدان بيجيب 12 و14 وبعدين بنقول 18 و20 و22 ده مع 150 الف فدان زي ما حضرتك قلتي ده حاجه معتبره جدا وقيمه كبيره قوي. مش قيمه يعني قد يكون اللي بيزرع انا اسف اخونا الفلاح فدان او فدان ونص، لكن في المجموع الكبير اللي هو ممكن يكون اكتر من كده. صحيح. اللي ممكن يكون اكتر من كده لو انتم، لان احنا النهارده واحنا بنتكلم قلنا دايما احنا هنبقى مع بعض دايما، انتوا بقيتوا التحالف كتله واحده، لكن كمان التحالف احنا مستعدين اكتر من التعاون دكتور مصطفى مع الزراعه اكتر. طب ليه؟ انتوا اتكلمتوا من هنا ومن اسوان، وانا هكلمكم على تجربه اخرى. انتوا قلتوا احنا بنوفر من نتيجه اللي بنعمله ان احنا بنوفر في الميه ونخلي الانتاج يبقى كويس والهدري ما يتقل وكده، وحتى السلاسل تقل. لان النهارده لما النهارده تاخد حاجتك او تاخدي حاجتك تديها للجمعيه على طول بتمن مفيش يعني وسايط كتير، ده للمزارع اللي هو بيزرع فدان وفدان نص هو محتاج انه كل قرش يعني. لكن هقول لكم على حاجه في موضوع هدر الميه بالذات اللي اتكلمتوا عليه، وانا بقول كده للتحالف ليه وبتكلم على الزراعه تحديدا، كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحيه وكله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن انا بتكلم على الزراعه تحديدا. احنا بنزرع في اسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 الف فدان من القصب طب انا هقول لك، وده النهارده انت استهدفتي صغار المزارعين، لكن انا بستهدف قدرتكم في الوصول الى المزارعين كلهم. انتوا عندكم فرصه اكتر من مش اكتر من وزاره الزراعه. وزاره الزراعه بيبقى فيه موظفين ما يقدروش يعني يأدوا اللي انتوا بتأدوه، وانا بتكلم بمنتهى الصراحه. ولا تزعلوا مني يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح، مش كده؟ لا. طب انا النهارده عايز ايه؟ النهارده لو انت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعه حديثه يقلل كميه الميه، لو قلتي 10% من كميه الميه المستخدمه ده رقم كبير قوي في 350 الف فدان. طبعا. رقم كبير قوي. طب لو قلتي ان هو بيزود الانتاجيه 20 30 40%، انا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 الف فدان وبتكلم على كتله محدده في الصعيد. طبعا. لو استهدفتوا ده وقدرتوا توصلوا له بالتعاون مع وزاره الزراعه، لان بالمناسبه المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجه في الارض 5 سنين. فطبعا يعني صعب عليه ان هو وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه ان احنا نشاور عليه، نعمل اضاءه ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشويه التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 ارداب الى 15 و20 ويمكن 22. ما تستقلش بده، وخاصه لو كان الكلام هيتعمل بشكل عام جمعي، يعني اللي هيستفاد منه مش مزارع ولا اثنين ولا ثلاثه، كتله مزارعين في مجال واحد. وانا بتكلم على القصب تحديدا، لان احنا لو نجحنا في ده مع وزاره الري ووزاره الزراعه واحنا مستعدين نتعاون معاكم، او احنا محتاجين نتعاون معاكم.